أهلا وسهلا فيكم إلى حلقة جديدة من برنامج نبض بيروت. ضيفنا لهذا اليوم مدير تحرير صحيفة الجمهورية أستاذ طارق ترشيشي. أهلا وسهلا فيك أهلا أستاذ فيكي، طارق أهلا فيكي على بلاتو بالمشاهدين. الأو تي في، ضيف تسلمي، عزيز الله دائما. يخليك، تسلمي. إذا بدنا نبلش من المقال الأخير يمكن يلي حضرتك كاتبه امبارح تحديدا، لافت كتير: حاول اغتياله مرشحا فنجا رئيسا، وكأنه صار كل تطورات العالم تنصب على تشرين الثاني المقبل، وما إذا كان دونالد ترامب سيعود رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية. ليش؟ يعني استنادا لكل اللي مر من أسابيع، من أشهر، بالحملات الانتخابية الماشية والصخب السياسي، كان هناك فعلا كثير من المتخوفين، ولا يزال حتى الآن، أنه على ترامب تحديدا. يعني سمعت أكثر من حدا أنه عن ترامب تحديدا أنه هذا ممكن يتعرض لشيء، بايدن يمكن يتعرض لشيء، لأنه ترامب بالطريقة اللي عم يدير فيها انتخاباته مثل كأنه واحد رايح يخوض القصة يا قاتل يا مقتول، عرفت كيف؟ لدرجة ممكن ما يعترف بالنتائج. يعني لدرجة ما الاستناد، بالاستناد إلى الانتخابات السابقة وشو صار فيها، وكيف جماعته راحوا هجموا على الكابيتول، ويعني عملوا أشياء هددت بحصول فتنة داخلية بالولايات المتحدة الأمريكية، حرب أهلية. وعلى كل حال حتى الآن يعني في مخاوف من أنه توصل الولايات المتحدة الأمريكية، إذا ظلت هذا الأداء ماشي هيك، توصل إلى هذا الدرك. يعني من فعمليا إيه اللي صار كان خطير. يعني لو قتل ترامب مثلا شو كان بده يصير مثلا؟ وهلأ بعد ما نجا من الاغتيال، هلأ تعززت حظوظه أكثر بالرئاسة، إلى درجة أنه امبارح الحزب الجمهوري اجتمع وتوج وكأنه ملك. يعني عرفت كيف؟ الشيء اللي ممكن أنه واحد يخاف منه، أنه إذا الولايات المتحدة الأمريكية اللي هي بتعتبر عالم زعيمة العالم الحر، وهي يعني الدولة الأقوى في العالم، عم بيصير فيها هيك، فمعناتها شو ما صار بباقي دول ما عادش مستغرب. يعني عرفتي انه بس اذا هاي امريكا اللي هي القصه كلها عم بيصير فيها هالمشاكل، معناتها الدنيا مش بألف خير ابدا. هلا هي منا المره الاولى اللي بيصير فيها محاوله اغتيال مرشح رئاسي او رئيس بالولايات المتحده في لائحه طويله، بس يمكن المره الاولى بتاريخ امريكا بيكون في عندها هالقد حجم من المشاكل وعلى أبواب انتخابات، وكأنه عملية أو محاولة الاغتيال هي الناخب الأول اليوم بين الأمريكيين. لا، هي الخطورة وين؟ إنه هذا الرئيس بالتحديد هذا اللي عامل إشكالية أصلاً ترامب عامل إشكالية من وقت اللي عامل الرئيس. يعني جابوه بالأساس، اللي جابوه هني مجموعة استابليشمنت، يعني كل هذه طبقة رجال الأعمال والشركات الكبيرة هودي، لأنه هو بيزنس مان، عرفت كيف؟ فجابوه أساس أنه وجوده بيعزز فرصهم وبيعزز إنتاجهم، يعني بيعطيهم فرص زيادة بعالم المال. ما أدري أنا ما بفهمش فيه كتير، بس أنه بيعرفوا كيف بيخدموا بعضهم، بس صابت معهم لأنه على أيامه شفنا بس نهضة. لكن وصل لمحل هو صار أداؤه بالرئاسة صار يأثر على مصداقية أمريكا بالعالم، والطريقة اللي كان عم يتعاطف فيها، شوف الطريقة اللي صار يخاطب فيها دول الخليج، يعني فيها أحيانا شيء من يعني قلة احترام، ازدراء، فيها شيء من قلة الاحترام بالآخر. هاي دول وشعوب وملوك وكذا، ما بيجوز تتعاطى معهم بهذه اللغة الزائية، يعني إذا جاز التعبير كانت، يعني يعني في بيحكي ادفع، شو ادفع؟ يعني شو انه يعني كانك واحد واقف وعم بيبتز العالم، بتدفع لي مصاري ولا ما بقد ما بتدفع لي؟ في شيء اساء لصوره امريكا، لذلك كان متوقع انه يسقط بالانتخابات، لانه يبدو لمصلحه الدوله العميقه بهذيك الفتره الامريكيه انه لا، لازم يزيح هذا الزلم. لكن هذا زاح على امل انه يسقر يرجع، لانه اعتبر انه هو اقصي،
يعتبر هو انه اقصوه، مش انه والله وشكك بنتائج الانتخابات وكذا. بس هذا بالاخر بامريكا في له حساباته، وما بعرف يعني اذا بعد الولايات المتحده الامريكيه بعدها بتلك المكانه وتلك القوه، لان لو كانت بعدها قويه كان ما بيصير اللي عم يصير. شو كان بيصير استاذ طارق؟ يعني نحن عم نحكي انه الدوله العميقه بالولايات المتحده منعت وصول دونالد ترامب قبل 4 سنين عمليا. هلا بدنا نشوف مين اللي اخذ قرار، مين اللي اخذ قرار باغتيال هو ما صح هلا، بس كان قتل للزلمه يعني فرقت على يعني في قرار باغتياله، مين اللي اخذ هذا القرار؟ الدوله العميقه ولا مين اخذ هذا القرار؟ هذا بدها تبين مع الايام، وهذا انحكى بالاعلام. مش عم بحكي شيء انا، في انحكى كثير بالاعلام انه هذه الدوله العميقه هي ممكن تكون غيرت رايها يعني. بس شو اللي بيخلي الحزب الجمهوري يرجع يتمسك؟ لانه لمعلوماتك لتاريخ اليوم في بامريكا غيرت رايها شو بدونالد ترامب؟ ايه غيرت رايها بدونالد ترامب؟ لا، في لانه في كلام هذه عمليه الاغتيال اللي صارت، محاوله الاغتيال ترافقت مع كلام كثير بامريكا له اسابيع انه لازم يتم تغيير المرشحين، يعني الحزب الجمهوري لازم يغير مرشحه والحزب الديمقراطي لازم يغير مرشحه، انه هؤلاء المرشحين غير يعني مؤهلين لخدمه مصالح الولايات المتحده الامريكيه. صار هذا الحكي صار، واجت هذه عمليه محاوله الاغتيال. هلا ما بعرف، لانه انحكى انه الدوله العميقه، وما الدوله العميقه في كثير تحليلات كتبت انه ممكن تكون الدوله العميقه هي وراء محاوله الاغتيال. ممكن في، انا قريت شيء هيك يعني. هلا هن شككوا كثير باجهزه الامن الداخلي والتحقيقات وكل هيدا الموضوع، يعني في مشكله. هلا هو لك، هلا هو في المسائل في شغله انه بامريكا اي مواطن بحق له يمتلك سلاح، بيترك سلاح بيروح في مخازن بيروح بيشتروا فيها سلاح، بس كيف يعني بيعطوك سلاح بياخذوا مني كل المعلومات وكذا وسكني وشو ولا شو ولا يعني مسموح الناس. هلا هون عندنا نحن مساب انه في سلاح بيقولوا سلاح انه والله في ناس مرخص وفي مش مرخص، لا هونيك كله سلاح مرخص، كله مرخص عنده. وهيدي انطرحت اصلا وقت صار اقتحام الكابيتول من في يعني في عندهم سلاح موجود عند الشعب الامريكي بالمجتمع الامريكي موجود السلاح والدولة بتعرف فيه ومرخص له، مش انه لما نغرق كثير بالتفاصيل بدنا نشوف انعكاس يعني اليوم اول نقطة، هيدا رح يأثر على المرشح الديمقراطي، رح يغيره جو بايدن ولا رح يزيد إصرار؟ وتانيا بدنا نشوف كيف رح تنعكس خصوصا على المنطقة عنا، يعني كمان هلا عنا محطة، عنا محطة بأول آب اللي هي اجتماعات المجلس، اجتماعات الحزب الديمقراطي ليحسم موضوع ترشيح جو بايدن، يا بيتبناه يا أنه بده غيره. هلا في اسمين مطروحين لخلافته لاستبداله، في نائبته كمالا هاريس، وفي جيفن نيوسوم هيدا حاكم كاليفورنيا. هودي اكثر اثنين، في اسامي ثانيه، بس هودي اكثر اثنين مرشحين لاختيار احدهم مكان، لانه بايدن بالمناظره الاخيره مبين زلمه يعني ما عاد يملك القدرات الجسدية والعقلية، غير جاهز ذهنيا، انه يعني بيت يعني اهليته للاستمرار بالرئاسة اهلية ضعيفة. هلا في بعض بالحزب الجمهوري الديمقراطي بيقول انه لا ما نغير، لانه اذا غيرنا بتبين كانه نحن اصبنا بنكسة او اعترفنا بهزيمة، لا خلينا نروح نخوض المعركة، لو هزمنا بالمعركة ببايدن ولا نبين انه مهزومين. في اسم من الحزب الديمقراطي عم يحكي هذا الحكي. هلا انعكاساتها عنا على لبنان هون انه بالاخر شخصية الرئيس الامريكي بتأثر على مستوى هو كيف بيتعاطى مع المنطقة، سياسته الخارجية شو. هذه كمان هذه من ضمن اللي هلا مثلا امبارح الحزب الجمهوري حدد او بعده باجتماعاته بده يحدد السياسة الخارجية للرئيس وبيختار مين نائب الرئيس كمان يعني بهذا. والحزب الديمقراطي كمان بده يعمل نفس الشيء، بده يحدد المرشح ونائب ومين الرئيس، نائب الرئيس والبرنامج وبرنامجه الداخلي وسياسته الخارجية.
بس عمليا نحن بالسياسة الأمريكية منذ يعني الأربعينات أو الخمسينات وجاي، الخمسينات تحديدا وقت الأمريكا حطت قبضتها على المنطقة على أنقاض الدور البريطاني والدور الفرنسي، كانوا دول انتداب وكذا، ما تغير كتير بالسياسة الخارجية الأمريكية. يعني عندهم الرئيس بالآخر مش هو الذي يصنع السياسة، الذي تصنعه هي الدولة العميقة، هي الدولة العميقة بيجي الرئيس بنفذ. هلأ قاد يمكن شخصيته وأسلوبه وطريقته بينعطى هامش، بس أنه عمليا ما في زيح عن الزيح، بدليل إذا زيح عن الزيح شفنا دونالد ترامب شو صار بزيحه بزيحه. فما أنا برأيي ما فينا نتوقع شيء. إذا إجا دونالد ترامب بدنا نشوف إذا بده يرجع يمشي بصفقة القرن أو ما بده يمشي بصفقة القرن، كيف رح يكون مستقبل النزاع العربي الإسرائيلي، موضوع التطبيع اللي بشرته بعض دول الخليج هل سيستكمل أو لا يستكمل. بدنا نشوف كمان أنه مستقبل الحرب الأوكرانية الروسية، وهون يبدو في رئيس وزراء هنغاريا فيكتور أوربان، أوربان هذا تحرك، عمل حركة لافت أنه ما حدا من الإعلام كتير سلط الضوء عليها، هذا راح زار بوتين ورجع راح على الصين وقال أنه أنا بمهم السلام، وسافر وحضر اجتماعات ناتو بواشنطن، ناتو بواشنطن لأنه هو دولة بحلف الناتو، ومن هونيك راح على كاليفورنيا أو فلوريدا بعتقد فلوريدا التقى دونالد ترامب، ومعروف أنه دونالد ترامب عنده علاقة جيدة جدا مع بوتين، وبيعرف بيعتبر أنه بوتين سلفه بالانتخابات الماضية، الدعم الروسي كان أساسي ومفيد وهو ساهم في وصوله لرئاسة الجمهورية بأمريكا. مع العلم روسيا أعلنت مش من كتير زمان أنه هي تفضل عودة بايدن لأنه تتوقع بتصرفاته عكس دونالد ترامب. لا، لأنه اللي عم بيصير عكس عم يحكوه، بالعكس في 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 رهان روسي على أنه يعني يكون في دور ل ترامب بوقف الحرب الروسية. الروس بالآخر بدهم حل، بدهم فتشوا على حل بالآخر، ما فيهم مدى الحياة. هلأ يتوقفوا كتير عند شخصية نائب الرئيس يلي اختاره أو مرشح لنيابة الرئيس يلي اختاره دونالد ترامب جي دي فانس، على اعتبار هيدا سيناتور أوهايو، على اعتبار أنه موقفه من حرب أوكرانيا لافتة ضد التمويل مع إيجاد حل سريع، وبيعتبر أنه أوكرانيا ما رح تقدر تحقق نتيجة ضد الروس. هذا يعني وقت بيختاروا هذا الشخص، هذا يعني جزء من تفكيره هو بيشبه تفكير ترامب، وقال ليش بده يجيبوا نائب الرئيس، ما بيجيبوا نائب رئيس ضد الرئيس، ضد معلمه. طبيعي، لا بده يكونوا بنفس المناخ نفس التفكير تقريبا، منسجمين مع بعضهم بهذا الموضوع. ف هذه بدنا كمان نلتفت لها، بدنا نلتفت كمان إلى مستقبل العلاقة بين الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا الغربية، إنه كيف رح يكون طبيعة العلاقة، لأنه في أنا قريت كذا مقال في مجلة في فورين بوليسي في أو بوليتيكو كتبوا كتير كمان فورين أفيرز، كمان في مقالات عم تنكتب انه هل ترامب دونالد ترامب اللي كان مهدد بده يطلع من الناتو ويطلع الولايات المتحدة الأمريكية من الناتو، هل بده يكفي بهذا المشروع ويطلع الولايات المتحدة الأمريكية من الناتو؟ هذا سؤال. السؤال الثاني انه أوروبا، مستقبل أوروبا وعلاقتها بترامب، إنه كمان ترامب كان منسحب من هذا الموضوع كتير، عنده بفترة من فترات كان عم يستعد لي، وإنه هل هذا يعيد أوروبا إلى العصور الغابرة اللي كانت هي مصدر كل الفتن بالعالم وكذا، لبعدين رجعت رتبت أمورها وصار فيها ديمقراطيات، هل بده يرجع التطرف بأوروبا وهذه الإرهاصات وبلشت بانتخابات المجلس
مجلس البرلمان الأوروبي وانتخابات بفرنسا. انتخابات هلا الملفت انه العمال ربحوا ببريطانيا خلافا لانه كان متوقع انه لا المحافظين يكفوا انه في تطرف وده. يعني في موجة تطرف صايرة بالعالم هيدي كمان بتخلي العالم كله يتوقف عند هاي القصة انه هلا نحن مقبلين على موجة تطرف في العالم. يعني عم نحكي عن تحول كتير كبير استاذ طارق تشيش على مستوى كل النظام العالمي بحال طبعاً وصل دونالد ترامب. هلا كمان بدنا نشوف كمان مستقبل موضوع البريكس. هذا مجموعة البريكس هذه كمان هل فعلا نحن فعلا يعني مثل ما نحكى انه الحرب الروسية الأوكرانية فتحت الباب امام انتهاء عهد الأحادية القطبية في العالم؟ هذا بدنا نشوفه. هذا خلال عهد ترامب لحالة حرب أوكرانيا ولا كمان حرب غزة؟ لأنه كمان لا بعض وجهة النظر بتقول أنا ليكي أنا عندي رأي بموضوع حرب غزة. بعرف إذا بدك تسأليني أو بحكي هلأ بهذا الموضوع اللي بدك. فتحنا الموضوع لأن بدي أرجع على الشرق الأوسط. أنا ما شايف أنه بنيامين نتنياهو ذهب إلى اتفاق وحل بغزة. هو بده اتفاق يعيد له الأسرة ثم يستأنف حربه على الفلسطينيين على قطاع غزة، بهدف تدمير هذا القطاع كليا وإبادة ما تبقى من سكانه، واللي بيهرب يهرب، وإنهاء حركة حماس وكل حركات المقاومة. هي إنهاء فلسطين إذا سيطر على غزة. هذا المشروع بايدن نتنياهو عم يلعب هلأ دور أو عم بيحاول يكون الملك الأول لإسرائيل الجديدة تانية. هو بيعتبر أنه أنا عم خوض الحرب الثانية اللي تثبيت وجود إسرائيل من بعد حرب إنشائه. الحرب الأولى اللي بلشت بـ 48 اللي كانوا أبطال حيم وايزمان وديفيد بنغوريون وجولدا مائير وكل هودي المجموعة والملوك غرابين وكذا، هودي بسموهن الملوك. هودي الملوك بإسرائيل الحالية ماتوا، ما عادش في ملوك بإسرائيل هلا. نتنياهو خطورته وين؟ إنه يطمح لأن يكون هو فاتح عهد الملوك إسرائيل الجديدة بالبعركة، وعم بيخوض الحرب الثانية ليكرس وجود إسرائيل 80 سنة جديدة. هلا إسرائيل بعد سنة أو سنتين بيكون صار عمرها 80، نشأت ب 48 هي. هلا هو كل طموحه انه انا ارجع اربح في هذه المعركه لارجع كرس وجود اسرائيل ل 80 سنه. وهذا بده شو بده يستتبعه؟ هلا نبلش بالضفه بغزه ونبلش بالضفه بس على الخفيف، لانه وقت اللي بيطلعوا هو الوزراء متطرفين معه انه نحن ما بنقبل انه تكون الضفه الغربيه جزء من اي دوله فلسطينيه. شو معناتها يعني؟ يعني محو الضفه يعني فلسطينيين تبع الضفه باي باي على الاردن. بيبيع الأردن فلسطينيين عرب الجليل و48 وين بيروحوا على لبنان على سوريا ما بعرف لوين. يعني إقامة دولة الإسرائيلية التي يطمح لإقامتها نتنياهو هي الدولة اليهودية الخالصة من البحر إلى النهر أو من النهر إلى البحر. نحن بنقول أرض فلسطين التاريخية هي من النهر إلى البحر. هني بدوا إياها دولة يهودية من النهر إلى البحر. وصول ترامب بيعزز مشروع نتنياهو. هذا الخطر بالموضوع أنه هلا يدعي أو واضح أنه نتنياهو هو بالحزب، هو من أصل أمريكي، هو بالحزب الجمهوري على فكرة، هو بالحزب الجمهوري نتنياهو، ويعتز بصداقته وهو شريكه كان بموضوع صفقة القرن على أيام دونالد ترامب تملأ للسفارة الأمريكية للقدس. يعني يطمح هو لأخذ هذا الدعم من ترامب إذا وصل. لكن كمان ترامب في عنده حسابات تانية. هل بيقدر يعطيه كل اللي بده إياه لنتنياهو؟ هون السؤال. نقطة كتير مهمة أستاذ طارق. هيدا معناتها دونالد ترامب ممكن يكون في نهج مختلف فيت فيه بانتخاباته الجديدة. إذا بده يشتغل مصلحة أمريكا وبالعقل البراغماتي الأمريكي ما في حط بيضه كل بيضه بسلة نتنياهو. بالآخر بده يعمل حسابات. يعني علاقته مع الروسي بدها تفتح موضوع العلاقة مع سوريا.
يعني كمان الروسي ما عنده مصالحه بسوريا، ما في يخلي الساحة السورية فلتانة وأرض سائبة اللي هي أرض مصالحه. هلا هو قانون قيصر بعتقد بعد عنده أقل من سنة يمكن لي هلا مش مشكلة بيرجعوا بيجددوه، ما هني هول الأمريكان بتعرفي شغلتهم، في جدد بيرجع بيستأنف يعني ما عنده مشكلة، مين قاعد على إيده الأمريكاني؟ ما هو بيفرض اللي بده إياه على العالم، في يفرض علي وعليك، هلا بيطلع عقوبات علينا، شو مين بيرده؟ مين بيرده الأمريكاني؟ ف قصة العلاقة مصالحه بالسعودية، نعم. مصالحه مع الخليج، مع دول الخليج، مصالحه مع الهند، مع الصين، في صح في نزاع مع إيران ومع إيران كمان، إنه بالآخر هذه المفاوضات اللي عم تصير مع إيران شو؟ بدي عم بلا بايدن هلا ما بالآخر السلطة استمرار عندهم كمان قادر يستكملها بايدن أستاذ طارق أو الحزب الديمقراطي تنقول بركي قرروا يستبدلوا رئيس جو بايدن؟ هو بايدن هو الصراحة الإيراني بحب إنه يبقى بايدن، لأنه بايدن كان هو مهندس الاتفاق النووي معه بال 2015 اللي توقع ب 2015 ورجع انقلب عليه، كان نائب رئيس يوم مع باراك أوباما، هو كان نائب الرئيس وهو كان مهندس الاتفاق، وبعدين بس استلم الرئاسة دونالد ترامب قال لهم بدي اطلع من الاتفاق، بس انتبهي ما قال بدي اطلع من الاتفاق، هلا هون في شغلة بدي الفت إلها، الأمريكاني ما قال إنه بايدن ما قال إنه هو ضد الاتفاق النووي، قال بدي دخل بالاتفاق النووي قصص ترامب سلاح نقول ترامب قال بدي دخل في موضوع الأسلحة الفلسطينية صواريخ فلسطينية وكذا، بدي يدخل هذا السلاح الإيراني لأنه إسرائيل اعتبروا إنه هذا يهدده كمان مثل النووي، إنه هذا بدليل إنه هدده مزبوط، هذه الحفلة اللي صارت ردا على القنصلية أمطرت السماء صواريخ إيرانية على إسرائيل، فالإسرائيلي هو كل الحركة شي من إسرائيلي، إسرائيلي من الأساس هو صاحب مشروع ضرب المنشآت النووية الإيرانية وتسديد ضربة عسكرية كاسحة لإيران، لأنه بيعتبر أنه الخطر الاستراتيجي المرحلة والاستراتيجي اللي هو من إيران قبل أي دولة تانية بالمنطقة الإسرائيلي، فهون الأمريكاني بده يشوف ترامب بالآخر بمحل كمان هو كان يدعي وهلأ بيزايد قدامه لبايدن أنه أنا بعهدي ما صار في حروب، أنا كنت رجل سلام وكل العالم تعرفني أنه رجل سلام كذا، بينما أنت عملت لنا قصة طويلة عريضة إسحاب المزل من أفغانستان وبعرف شو يعني عم ياخدن علي هودي، هو عم ياخدن علي بحملته الانتخابية لبايدن عظيم، فبعتقد انه بده آخر بمحل معين الامريكي براغماتي بيحكي بمصالح امريكا، يعني ممكن دونالد ترامب نشوفه خصوصا من بعد حرب غزة وما انتجته حرب غزة نشوفه عم بيقول لا يمكن يفضل نرجع على الاتفاق النووي مع ايران تنقود حوار بناء اكثر، ايه ممكن، بس بدنا هون هذه الشهرين هودي الاشهر الفاصلة عن الانتخابات الامريكية هودي بده يكونوا مصيريين بالنسبة ل مستقبل القضية الفلسطينية. خلينا نروح إلى فاصل صغير ومنرجع تا نحكي ليش بدو يكونوا مصريين وشو رح يصير بهود الشهرين إذا في هدنة ولا لا، وقف إطلاق نار ولا لا، أو الاستنزاف رح يكملوا بطريقة، ومنرجع منتابع نبض بيروت مع مدير تحرير صحيفة الجمهورية أستاذ طارق ترشيشي. رجعنا إلى القسم الثاني من حلقة نبض بيروت. أستاذ طارق ترشيشي، قبل الفاصل كنت حضرتك عم تقول أنه عنا الأشهر الفاصلة عن الانتخابات الرئاسية بأمريكا، يعني من هلأ لتشرين الثاني أشهر مصيرية بالنسبة للقضية الفلسطينية. ليه؟ لأنه سيحاول بنيامين نتنياهو أن يلاقي عهد ترامب الجديد بأنه يكون أنهى شيء اسمه قضية فلسطينية، لأنه بصفقة القرن اللي ما كان قبلين فيها اصلا، يعني صفقة القرن اللي اعطت للاسرائيلي اللي بده اياه ضمنيا الاسرائيلي ما قبلين، لانه الاسرائيلي لا يريد دوله فلسطينيه اصلا، لا بحل الدولتين ولا خارج حل الدولتين، بلشت حديثي بهذا الموضوع، الاسرائيلي لا يريد شيء اسمه بقى اسمه قضيه فلسطينيه، لا يريد شيء ان يسمع شيء اسمه دوله فلسطينيه، فلذلك بده يحاول بهودي الاشهر انه ينهي شيء اسمه قضية فلسطينية نتنياهو لحتى يبلش مع بايدن أنه دولة إسرائيل اليهودية الخاصة.
مع ترامب. مع ترامب. هذا يعني بيطور صفقة القرن، بيكون طور صفقة القرن بأنه أقام الدولة اليهودية الدولة اليهودية الخالصة. عظيم. بس هيدا الموضوع لكن هل يستطيع؟ هون سؤال، هيدا يستدعي، أنا بعتقد لن يستطيع ذلك، وكل المؤشرات تدل على أنه لن يستطيع أن يقوم بذلك. حتى لو أطال أمد الحرب وعمل حرب استنزاف، حتى لو أطال واغتيل قيادات من حماس، طبعا طبعا بالآخر هودي الفلسطينيين، هودي حماس اللي عائلهم يتعرضوا للقتل والتدمير من 8 تشرين الأول الماضي، هلأ من أسابيع وجاية صار في تجنيد وتطويع بحركة حماس وبقية الفصائل بما لا يقل عن 30 ألف مقاتل بخلال 9 أشهر الماضية، كل مدربين على كل أنواع الأسلحة. ما بتعرف الشعب الفلسطيني شعب مدرب، يعني منوش مش غريب السلاح. بس عم نحكي تطويعهم بقطاع غزة فقط ولا كمان بالضفة الغربية؟ قطاع غزة. هلا بالضفة الغربية حسابات تانية في وجود لهم بعد لحديت هلا، أنا برأيي الضفة الغربية ما تحركت كما لازم يتحرك، يعني بغنى هلا ما طلع قرار ما تحركوا أو مش قادرين، بس إنه بعرف إنه في وجود للمقاومة الفلسطينية بالضفة الغربية منه مش أقل من، يمكن تكون السلاح أقل بس كعديد وكذا موجود. موجود قوى فلسطينية وقوى يعني بكثافة مقاتلة. يعني شوف اللي عم بيصير يعني. بس اليوم استاذ طارق نحن على بواب احتمال أن يكون هناك صفقة أو لا، ونقل عن مدير السي آي آي ويليام بيرنز اليوم أنه زعيم حماس بغزة يحيى السنوار يتعرض لضغوط من حركة حماس السياسية ليروحوا إلى الصفقة. مش صحيح، مش صحيح. أول شيء الحماس ما كمان من الجماعة يعني بيفهموا مش أنه الحماس شو بدها تعطيه لنتنياهو، تعطيه اتفاق لحتى نتنياهو يجهز يكفي الإجهاز عليها، ما راح تعطيه وراء وتسلموا رقبتها. يعني انه بعطيك الرهائن، هو هلا كل طموحه كل طموحه نتنياهو انه اعطوني الرهائن وانا المعركه بدك، ما هو عم بيقول اصلا انا بدي كفي المعركه للاخر. إيه ليش بده يعطوه اياهم هو؟ ليش بده يعطوه اياهم؟ هو اصلا نتنياهو هلا عم بيخوض الحرب، ما فرق معه اذا بيبقوا طيبين الاسرى او ما بيبقوا. هذا قانون هني بعلم ماشي فيه. فحركة حماس ما راح تعطيه لنتنياهو اتفاق يخلي سيفه مسلط على رقبته، ما راح تعطيه. لذلك أنا ما بشوف في وقف إطلاق نار هلا قبل ما يروح على واشنطن، ما بشوف وقف إطلاق نار بغزة ولا هدنة ولا شيء. وبدنا ننطر لبعد 24 بعد خطابه للأخ العظيم قدم الكونغرس بالكونغرس لنشوف شو بده يعمل. كتير في تركيز على هذا الموضوع، علما أنه كتير من التحليلات قالت لا رح يروح على الصفقة قبل خطابه ليقدم للأمريكيين أنه هو عمل إنجاز. اليوم حضرتك عم تقول أمر مختلف كليا، لن يكون هناك أي إعلان عن صفقة محتملة إلا من بعد 24 تموز. بس رح يكون صفقة ولا حرب؟ في بعض المعلومات، في بعض المعلومات بتقول، هلا ما بعرف قديش مدى دقتها، بس يعني مصدرها بينوثق فيه، يعني انه نتنياهو راح يحكي بثلاث شغلات بالخطاب. اول شغله موضوع استكمال التطبيع مع دول العربيه وتحديدا مع المملكه العربيه السعوديه. هو راح يطرح، يعني مش انه السعوديه بدها، هو بده يطرح لانه في السعوديه كفي. واضح بعتقد لهلا لا تطبيع الا ما يكون اثنين زياده تحت عنوان انه والله هو انا بدي حل القضيه الفلسطينيه، زياده الدور العربي في او مساحه الدور العربي في موضوع اليوم التالي لغزه، حكم غزه يعني. الثالثه بده يحكي فيه بموضوع ترتيبات امنيه في جنوب لبنان، ولكن بطريقة خبيثة رح يطرحها، إنه إذا ما بدكن يا لبنانيين تمشوا بهذه الترتيبات فأنا يعني إذا رحت على الحرب ما حدا يلومني. رح يوافقوا معه الأمريكيين على حرب على لبنان؟ الأمريكان
عم يحسبوها كتير، الأمريكان عم يحسبوها كتير، هل على الأقل بوجود بايدن عم يحسبوها. ولا تنسي في على الكتف حمال، مش سهلة إنه الإسرائيلي عم بيقعد عم بيهدد ويتوعد وإنه بدي يدمر، بدي كذا، بدي يخلي لبنان يرجع للعصر الحجري، بدي، ما هو جزء من 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 حملة التدمير اللي عم يعملها بغزة، كأنه عم بيقول للآخرين هيك رح يصير فيكم، إنه إذا بكون تمشوا ضدي، بكون تعملوا شيء ضدي، هيك التدمير بيصير فيكم. هذا نموذج غزة، نموذج على طريقة أول عنتر بن شداد، عنتر بن شداد، اضرب الضعيف ضربة يرتجف لها قلب القوي. عنتر بن شداد عنده هذا القول، إنه ضرب عدوك يعني الضعيف، اضربه ضربة قوية خلي اللي قوي يرتجف قلبه ويخاف منك. بس هيدا ما بس هيدا ينفع، هيدا مع المقاومة ما بينفع هذا الموضوع، حتى مع أهل غزة ما نفع هذا الموضوع. روح شوفي اليوم، شوفي، افتحي على قناة الجزيرة، وأنا بحييهم للشباب الجزيرة عن جد، يعني عم يعملوا شغل كتير مهم بتغطية معاناة الشعب الفلسطيني. شوفي الناس كيف راجعين على جباليا وهذه شمال قطاع غزة اللي قالت إسرائيل إنه سيطرت، لا سيطرت ولا شيء. شوفي وين قاعدين، بالبيوت المصدعة والمهدمة قاعدين، عاملين قاعدين ونشرين الغسيل على بيوتهم وأرضهم. عرفت كيف؟ هذا دليل قديش هذا الشعب عنده شو بسموها، عنده قدرة على الصمود وعلى المقاومة. وهذا الشعب ما بيموت، هذا الشعب المقاومة فيه ما بتموت. اللبنانيين نفس الشيء، يعني منا اول مره بال2006 طبعا بلبنان نفس الشيء. هلا ينقال في وقف اطلاق نار، بتشوفي كل اللبنانيين بساعات بيكونوا رجعوا على ضياعهم على رغم الدمار اللي، بس صار محسوم. وقف اطلاق النار بالجنوب يقتضي اولا وقف الحرب على غزه، وإذا ما نتنياهو رح يوقف حرب على غزة، البعض بيعتبر أنه خطاب الكونغرس ربما سيكرر سيناريو 2006، بحيث أخذت إسرائيل غطاء أمريكي أيضا من الكونغرس لشن الهجوم على جنوب لبنان بال2006. جربوا، بس أنا كنت عم أقول لك شغلة، هذا العنصر الإضافي اللي بيخلي إسرائيل تحسب ألف حساب، هي والولايات المتحدة الأمريكية، يلي هو اللي هو في تهديد إيراني مباشر، أبلغ إلى الأمريكيين وإلى الإسرائيليين إنه إذا فكرتوا في شن حرب على لبنان تدميرية كما تدعون، ما حصل ليلة 14 نيسان بالرد على القصف القنصلية الإيرانية في دمشق سيتكرر وعلى أوسع، سيتكرر، يعني رح تفوت إيران بالمباشر بالحرب؟ نعم نعم، انه لانه مقاومه بعتقد، ما بعتقد انه ايران ستفرط بالمقاومه، وبيعتبر بتعتبر حزب الله درج التاج فيها، ما راح تقبل تعطيها لاسرائيل تكون لقمه سائغه المقاومه. ما اصلا ايران بتفقد مبرر كل الخطابه اذا بتتخلى عن المقاومه. هلا على كل حال الرئيس منتخب مسعود بيشيكيان كمان اكد مره جديده انه راح يكونوا الى هذه ايران، هذه ايران محافظ ولا إصلاحي. ولا اصلاحي مثل بامريكا، امريكا اللي الصوره البهيه تبع امريكا جمهوري وديمقراطي، ما بيختلف جمهوري وديمقراطي، بيختلفوا على الاسلوب بس مش مختلفين على مصلحه عنوان. امريكا بايران نفس الشيء، ايران في دوله مؤسسات، في تداول سلطه حقيقي، شو بدك بكل هذا الحكي اللي بينقال؟ فالاصلاحي ولا جمهوري، هودي اولاد الثوره اصلا هن، يعني هذا الاصلاحي، ما هذا كان مشارك بالثوره مثله مثل المحافظ. في فرق كبير بين انه الناس بتسمع الحكي انه والله هم متطرفين، لا يا حبيبي، هودي من نفس الطينه ومن نفس العجينه. هلا على كل حال لافت كثير التطور بايران، بعتقد يحاكي احتمال حوار مع الامريكيين عبر بيشيكيان ومحمد جواد ظريف، ما بعرف اذا ممكن. طبعا طبعا، ما لقلك شغلي، ما لقلك شغلي، هلا كنا عم نقول شيء انه كانوا انه الايرانيين بيتمنوا يبقى بايدن، لانه سهل الميراث معهم او شيء، بيتعاطموا يعني لانه هو مهندس، بس بالاخر يعني بيدركوا، عارفين انه حظوظه لبايدن مش متقدمه، مش لذلك جاء الإصلاحي، لذلك جاء بالإصلاحي. اوعى تفكري إنه في رئيس ينتخب بالصدفة
انه والله لانه لها في ايران، الفرق بين الدول كتير وايران انه ايران تكيف سياساتها الداخليه والخارجيه حسب المتغيرات الدوليه، دائما بتاخذ هذا الحساب. هلا ثابت جاي ترامب، ايه بتجيب له اصلاحه، ما هو اصلا وقت اللي كان ترامب موجود مين كان بالحكومه؟ مين كان؟ روحاني. كان روحاني. ومين كان وزير الخارجيه؟ محمد جواد ظريف. هلا محمد جواد ظريف سلموه هلا الرئاسه المرحله الانتقاليه، التحضير، ايه التحضير للحكومه. بس اعتقد انه سيكون باحد موقعين، اما نائب رئيس الجمهوريه واما وزير خارجيه. هلا هو بيكون افعل يمكن اذا كان وزير خارجيه، لانه ايه ممكن، ايه ممكن ممكن يعني معناتها ايران مستعده لخيار الحوار مع الامريكان، مع اداره بايدن يعني، ولكن إدارة ترامب مستعدة لخيار الحوار، بس إذا وقعت حرب على لبنان تكسر كل قواعد الحوار وتذهب إلى المواجهة. إيه طبعا طبعا، بس المواجهة مع الإسرائيليين بحال الحرب على لبنان قد تكون مواجهة مباشرة مع الأمريكيين كمان. لذلك بعتقد الأمريكان ما بيخلوا الإسرائيلي يعمل حرب، لأنه الأمريكاني ما بده مواجهة مع إيران. لو بده مواجهة مع إيران كان وافق على كل الإيراني. الإسرائيلي له 50 سنة بيوزع راسه للأمريكاني، بخلينا نضرب إيران. يعني ترجح أن يعود نتنياهو ما معه ضوء أخضر لشن حرب على لبنان؟ على ما أعتقد بيكون معه ضوء أخضر ليكمل حرب الاستنزاف بغزة. يمكن يكون معه ضوء أخضر يكفي حربه على غزة، يمكن. شو مصلحة الأمريكيين أنه تستمر الحرب بوقت؟ طيب لا، وقت انا بسمع، كلنا سمعنا وقت الامريكاني بيوقف بيقول هذا بايدن العظيم بيقول لهم انا صهيوني وافتخر اني صهيوني، واذا ما في اسرائيل لازم نخلق اسرائيل. مش هيك هذا. وقت الوزير خارجيته بيجي بيقول لهم الاسرائيلي بوقت الحرب بيقول لهم انا بجاي لعندكم بصفتي وزير خارجي، انا ويهودي مثلي مثلكم. بلينكن، انتوني بلينكن. بلينكن. طيب وقت تسمع هذا الخطاب، هذا شو بدك؟ ده اللي عم بيخوض الحرب ضد الفلسطينيين هدني بايدن ونتنياهو، بس مختلفين على الاسلوب. عرفتي شو بس الموضوع؟ في مشهد، في مشهد متناقض يعني. بوجه الحرب في موفد اسمه اموس هوكستين نجح بوساطة سابقة بترسيم الحدود البحرية، كان يؤمل انه يعطي ورقة كبيرة لجو بايدن بتساعده بالانتخابات، هي مسألة تثبيت الحدود البرية الجنوبية بجنوب لبنان. هيدي ما مش بالضرورة، مش بالضرورة تخدمه لبايدن هذه القصة. بعدين خلاص أموس هوكشتاين، أنا برأيي إذا هلأ ممكن، ممكن إذا صار وقف إطلاق نار بغزة يجي دغري على لبنان وكذا، تعالوا نشوف شو بدنا نعمل. ممكن، ممكن يكون مصلحة أمريكا ومصلحة ترامب حتى، يعني إنه خلينا نسكر القصة. ممكن ما يعني صح، احتمال وارد. اه احتمال وارد، بس انا برايي خلص مهمه هوكشتاين خلص، مش رايي رجع على البيت، انتهت خلص. اه لانه معلمه راي على البيت، معلمه راي على البيت خلص. يعني عمليا لبنان كمان فات بمرحله، نحن هلا بمرحله اذا ما صار وان شاء الله يصير يعني تطور يؤدي إلى انتخاب رئيس بهل الصيف الشهرين، هذا الشهر ما تبقى من هذا الشهر والشهر الجاي، بدنا ننطر بعتقد للسنة الجاية بعد الانتخابات الأمريكية. بعد الانتخابات الأمريكية، لأنه للأسف نحن هلا عمليا ومنطقيا ما لازم يكون في ربط بين ما حصل، ما يحصل بجنوب وبغزة بموضوع انتخابات الرئاسي. منطقية ما لازم، ولكن عمليا صار الربط موجود، صار الربط موجود. تشريع التدخلات الخارجية، انت وقت بتعجزي كقوى داخلية عن انجاز استحقاقاتك وبطريقة سيادية، عرفتي كيف؟ خلافا لكل بيحكوا بالسيادة وغير السيادة، السيادية انك انت تكون مالك قرارك. هذه اول عناوين السيادة هي امتلاك القرار الذاتي بعد معنى اقل من 30 سنة. ايه فوقت انت بتتخلي عن هذا شو اسمه وتشرعي ابواب التدخل الخارجي، ما فيك تقولي له الخارجي ما بقى تتدخل. تشريع التدخل الخارجي هو بسبب الضعف الداخلي عن انجاز الاستحقاقات.
كان لازم نتابع أكثر بمبادرة الرئيس بري، بس للأسف أستاذ طارق ترشيشي يعني في مبادرة الرئيس بري بعدها هي الأساس في الدخول إلى أي معالجة استحقاق الرئاسي، مش لانتخاب الرئيس، للمعالج. للمعالج المعالجة غير الانتخاب. بدنا نشكرك كثير مدير تحرير صحيفة الجمهورية، على أمل لقاء مطول أكثر نفوت فيه بتفاصيل محلية أكثر. طبعا نحن رح ننتقل لمتابعة المؤتمر الصحفي لرئيس تيار الوطني الحر النائب جبران باسيل من ميرنا شلوحي.